لمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. تحياتي لك كريم، وصف لنا الأجواء لديك الآن داخل مهرجان العالمين بمدينة العالمين الجديدة وأهم فعاليات اليوم. تحياتي لك إلهام وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زال مهرجان العالمين مستمر كما ذكرتي حتى 26 أغسطس، الذي يستهدف الوصول لمليون زائر خلال 45 يوما. نتحدث عن أكثر من 20 يوما بالفعل قد مروا على هذا المهرجان، ربما يأتي تحت شعار العالم عالمين. بالطبع هذه الفعاليات لا تتوقف على مدار الأيام السابقة، وعلى مدار الأيام أيضا القادمة ستستمر. نتحدث عن حفلات مستمرة لعدد كبير من المغنيين سواء كانوا مصريين أو حتى عرب. هناك أيضا عدد كبير من الموسيقيين متواجدين سواء كانوا حتى من القارة الأوروبية أو من الولايات المتحدة الأمريكية. عدد كبير من النجوم والزوار بشكل عام متواجدين على أرض العالمين الجديدة. نتحدث عن هذا الأسبوع الذي يستضيف خلال أيامه وخلال الأيام الأخيرة في هذا الأسبوع عدد من الحفلات، من أهمها الحفلة الموسيقية الخاصة بالموسيقار العالمي عمر خيرت، والذي ينتظرها العديد من عشاق عمر خيرت. وتم بالفعل حجز هذه التذاكر الخاصة بهذه الاحتفالية الخاصة بعمر خيرت. يليه بعد ذلك حفل غنائي للفنانة كارول سماحة وأيضا الفنان الكبير بهاء سلطان، والذي لاقى يعني زخم كبير وأيضا حماس كبير من المتواجدين في مدينة العالمين عندما تحدثت معهم حول انتظارهم للفنان الكبير بهاء سلطان. أيضا بجانب ذلك هناك يوم الجمعة القادم أيضا احتفال حفل غنائي لفرقة مسار إجباري. على جانب أو بجانب الحفلات الغنائية هناك أيضا نشاطات رياضية تقام، منها بطولة كرة الطائرة الشاطئية التي ستعقد في مدينة العالمين. هي بطولة عالمية تجوب دول العالم أو مدن من دول العالم، وقررت أن تكون نقطة من نقاط هذه الجولة في مدينة العالمين الجديدة، ستكون أيضا متواجدة هذا الأسبوع. بجانب أيضا المسرح المتواجد على كورنيش العالمين الجديدة الذي تم تطويره بالكامل ليستقبل الأهالي ويستقبل الشباب ويستقبل كل فئات العمرية وكل الطبقات متواجدين بالفعل داخل العالمين الجديدة، وبما أيضا يوفر يعني فرص مختلفة للأطفال للترفيه عن أنفسهم وأيضا العائلات وأيضا الشباب الذين أتوا إما الاستمتاع بالشواطئ المختلفة أو البطولات المختلفة على الشواطئ نظرا لطبيعة المكان، بالإضافة أيضا للزيارات المختلفة من أخواتنا العرب وأيضا الأجانب من القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك شكرا جزيلا الزميل كريم بيبرز، كنت معنا من داخل مهرجان العالمين بمدينة العالمين الجديدة. شكرا جزيلا لك.